احنا حتى نبسطوا الموضوع على المشاهد الكريم، انا اللي بيك تو تحكي لي على القانون هذا، ليش انتم معارضينه؟ يعني هذا طبعا المهم جدا الان. خلينا نحن نحكي فلسفة التقاعد المبكر. التقاعد المبكر هو يمنح التقاعد لمن بلغت مدة عمله 20 سنة، نعم تمام؟ 20 سنة بمعنى ان الشخص هذا دفع اشتراكات ضمانية لصندوق الضمان الاجتماعي قدرها 20 عام، نعم اوكي؟ هذه القيمة او هذه الاشتراكات او الفترة التي تحصل فيها الصندوق على اشتراكات لا تغطي قيمة المعاش الذي سيربط مدى الحياة. يعني ال 20 هذه سنة اللي الاشتراكات بيدفعها من المواطن أو الموظف في الدولة الليبية، القيمة الإجمالية لل 20 سنة ما تقدرش تغطي المعاش اللي يتم ربطه للضمان طبعا من الموظف. عند ربط معاش سيكون هو مصدر دخل لهذا المواطن طيلة فترة حياته. يعني استاذ سعد، معناها احنا الان نتكلم على مصلحتكم انتم كضمان اجتماعي وليست في نحن مصلحة المواطن. نتكلم عن نظام وليس مصلحة مؤسسة، نعم، نتكلم عن مصلحة ما هو نظام نظام مؤسسة، الضمان الاجتماعي المؤسسة اليوم لما دايرة نظام وفق المصلحة العامة او المصلحة الشمولية. وفق مصلحة العامة استجابة لقانون رقم 13 لسنة 80. قانون نعم رقم 13 تدر يا سيدي الفاضل بناء على دراسات واحتساب اكتواري. هذا الاحتساب الاكتواري لم يؤخذ بعين الاعتبار اليوم. معادلة احتساب المعاش في ليبيا تخضع لمجموعة من المعادلات ومجموعة من المعاملات المؤثرة نعم في هذا الاحتساب. هذا الأمر لم يؤخذ بهذا في عين الاعتبار عند صدور هذا القانون. نعم بالإضافة إن المركز المالي الحالي لصندوق الضمان الاجتماعي لا يقدر على أن ينفذ تقاعد اختياري لكل شرائح الشركات العاملين في الشركات العامة. طيب أخي الآن الفاضل، القانون يعلم صدر. الجميع وضع الشركات العامة في ليبيا. الشركات نعم العامة في ليبيا أكثرها متعثر وأكثرها تم حله وأكثرها يعاني العاملين فيها من عدم صرف المرتبات. عدم صرف المرتبات يعني عدم صرف الاشتراكات الضمانية لصندوق الضمان الاجتماعي. تنعكس أستاذ هذه سعد، على أستاذ سعد الصندوق. أنا أعذرني عن المقاطعة فيك لأن الزمن محدود ونحاول نبي نوصل لأكثر نتيجة. صندوق الضمان الاجتماعي صندوق ضخم في ليبيا وعمره كبير، يعني عمره سنوات صندوق كبيرة. الضمان الاجتماعي نعم، أنشئ في سنة 80. وعنده استثمارات وعنده إيرادات. يعني هل لأن لازم أكثر من 20 سنة ولا لازم أكثر من 20 سنة لأن راهو ما نقدروش في ال 20 سنة مش حنقدروا نغطوا المعاش الضماني. ألا يستطيع صندوق التضامن الاجتماعي هنا أن يوازي أو يوازن بين ال 20 سنة ودخله في الاستثمارات والموظفين اللي ما زالوا يخلصوا في الاشتراكات الضمانية وتخلي القانون لا عادي يعني يستطيع 20 سنة صندوق كويسة؟ الضمان الاجتماعي في ظل الوضع الحالي، خاصة أن أكثر هذه الشركات متعثر في صرف أو في دفع الاشتراكات الضمانية لصالح الصندوق. نعم. نحن لدينا دين على هذه الشركات المتعثرة يتجاوز المليار دينار كاشتراكات ضمانية متعثرة لم نعم تدفع لصالح صندوق الضمان الاجتماعي. ولكن الصندوق ملزم في حال أن أحيل هؤلاء على التقاعد سيفرض على الصندوق ربط معاشاتهم. نحن إذا كان طيب هذا القانون هي نفذ، سن التقاعد محسوبة بالسنوات ولا بالعمر؟ بالعشرين سنة ولا بالعمر؟ لا هو شوف التقاعد مربوط اللي عنده أربع أسباب لحال على التقاعد. نعم. يا أما بلوغ سن الشيخوخة وهي 65 سنة، نعم، أو حصول الشخص العامل على نسبة عجز تؤهله للحصول على معاش ضماني كعجز كلي، أو في حالة لا سامح الله وفاة صاحب المعاش، في حالة وفاته في أي عمر كان يربط معاش للمستحقين عنه اللي هو أسرته فيما بعد. نعم. فصندوق الضمان الاجتماعي له علاقة بهذه الشرائح، نحن نربط المعاش لهذه الأسباب. ما يتم اليوم التقاعد الاختياري لجميع العاملين في الشركات والمصارف، نعم، هذا يعني أنك أنت حتخلق نوع من البطالة في الدولة الليبية، لأن جميع من هم خارج العمل لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص، خاصة أن هذا القانون أعطى نعم فرصة أو أعطى الحق للمتقاعد نعم اختياريا أن يلجأ للقطاع نعم الخاص وأن طيب فالقصة هنا في كثير من المثالب القانونية في هذا القانون. طيب إضافة أستاذ أن سعد، هذا القانون أستاذ سعد تم تمريره نعم، أنا سامحني سيدي فاضل، نعم، هذا القانون تم تمريره في مجلس النواب
دون علم اللجنة التشريعية في مجلس النواب. هذا اللي بنسألك عليها ليه، هو هذا كان سؤالي، يعني هل اللجنة التشريعية في مجلس النواب عندها علم بهذا القانون؟ لأن من المفروض رئيس اللجنة التشريعية صرح بأن ليس لديه علم بهذا القانون، وأن هذا القانون سرب من ليس من خلال اللجنة التشريعية، هو استغل أحد أعضائها، استغل الفرصة ومرر هذا القانون، وهذا القانون يخدم مصلحة بعض من أعضاء مجلس النواب الذين للأسف لا تهمهم مصلحة الصندوق، تهمهم مصالحهم الشخصية، تهمهم مصالح العاملين في الشركات اللي هم يخدموا فيها. نحن بأمانة هذه المؤسسة حريصين جدا على أن تقوم وفق الأسس قامت طبعاً عليها منذ المؤسسين الأباء، وفق دراسات التوارية، ووفق احتساب لكل فترات اللي حال على التقاعد. ما يدور اليوم ضد صندوق الضمان الاجتماعي هو سيعزف بالصندوق أو سيقول الصندوق الضمان الاجتماعي إلى الإفلاس. اليوم يا أخي الكريم نحن نصرفه في 450 ألف معاش أو أكثر. 450 ألف معاش في خطر نتيجة هذه القرارات وهذه القوانين الغير مدروسة. رغم أن الصندوق راسل وخاطب كل الجهات بأن عدم صياغة أي قوانين تتعلق بنظام التقاعد. طيب بعد رجوع الى الصندوق استاذ سعد بإجازة لو تكرمت، الان الخطوه القادمه منكم كصندوق الضمان الاجتماعي؟ نحن نشوف امامنا المحكمه الدستوريه للاعتراف في حال هذا القانون نشر في الجريده الرسميه، هو لحق لغايه هذه الساعه لم ينشر في الجريده الرسميه. لدينا اعتراف دستوري امام المحكمه الدستوريه، لدينا توجه لوسائل الاعلام لتوضيح وضع صندوق الضمان الاجتماعي، على مجلس النواب تحمل مسؤوليته امام افلاس صندوق الضمان الاجتماعي في حال تنفيذ مثل هذا القانون. نعم اشكرك. او امام مجلس الوزراء مسؤوليه توفير الاموال لصندوق الضمان الاجتماعي لكي يغطي معاشات هؤلاء. نعم اشكرك جزيل الشكر. نحن لا نملك الاموال لتغطية. نعم